صباح الخير اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الكل مرحبا بكم على القناه الوطنيه الاولى في موعد جديد من برنامجكم المباشر اهلا تونس كالعاده من 10 نص نهار موعد مباشر اهلا وسهلا بكل مواطنينا في الخارج كل مغتربين الناس اللي قاعدين يستناو باش يتفرجوا فينا اليوم الذكرى خاصه اليوم الموعد خاص ذكرى عيد الاستقلال ذكرى عيد الاستقلال 65 65 سنه مرت على تونس دوله مستقله وطنيه ذات سياده نخلد هذه الذكرى معنا إن شاء الله اليوم تعرفوا هذية وفاء لدماء الشهداء الناس اللي ضحات من أجل تونس الناس اللي ضحات من أجل الأجيال القادمة حتى تكون تونس في أمن وأمان اليوم ان شاء الله باش تكون الاستضافات كلها في هذا السياق باش يكونوا معنا باحثين مؤرخين جامعيين منظمات فنانين الكلنا باش نحتفيوا بالذكرى هذه وباش نتذكروا مع مراحل الاستعمار ومراحل الاستقلال ووصول تونس الى استقلالها التام لكن قبل هذايا في بهو المؤسسه الخارجي شرفنا بالحضور تشكيله عسكريه موسيقيه من فوج الشرف بقياده الرائد كريم العسكري لتأدية تحية العلم على أنغام النشيد الوطني نمشي مباشرة بعد نرجع لافتتاح حصتنا واستقبال ضيوفنا تفضلوا اذا للتشكيله العسكريه الموسيقيه من فوج اشرف بقيه اراءه كريم العسكري شكرا لي دي تحية العالم على أنغام النشيد الوطني شفنا علم تونس إن شاء الله يقعد ديما مرفوع شفنا الأحمر اللي ديما في علم تونس ديماء الشهداء اللي ضحات من أجل هذا الوطن اللي هو يقعد أمانة أمانة إلى حد اليوم إن شاء الله نكونوا قد الأمانة هذه وبطبيعة ديمة خطابنا موجه للناس اللي قاعدة تسمع فينا اليوم في القيادة تونس راو تولدت من مخاض عسير وعسير جدا إذا المسؤولية كبيرة برشا يلزم الناس كل تكون قدها وأي واحد يحمل مسؤولية تونس هذا الوطن العزيز يلزم يكون قد المسؤوليه كما قلت لكم عديد الاستضافات اليوم باش تكون حاضره معنا في البلاتو باش نخلدوا للذكرى الذكرى الكبيره هذه الذكرى العزيزه والذكرى المجيده الذكرى 65 لاستقلال تونس يحضر بحذنا ونرحب بضيوفي سي فيصل الشريف مختص في التاريخ العسكري استاذ محاضر في التاريخ المعاصر باخير اهلا وسهلا ومرحبا بك يعيشك معاك ان شاء الله باش نستعرض المراحل اللي وصلتنا الى استقلال تونس اليوم ايضا يحضر بحذينا سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان اهلا وسهلا مرحبا بك سي عبد الباسط نورتنا اكيد باش نتشاركوا ان شاء الله ثلاثتنا في الحوار وباش نحكيوا ان شاء الله على تونس منذ الاستعمار الى حد اليوم ان شاء الله. اذا قبل هذا خلينا نمشي لكليب انا جندي اغنيه وطنيه نقول لكم الاغاني الكل اليوم باش تكون وطنيه تحيه لتونس العزيزه ونكملوا الحوار نتاعنا. <applause> أنا جندي وأمن بلادي أمانة عندي أنا جندي أنا جندي أمن بلادي أمانة عندي يا بلادي الخير والإصرار فيه على العالم وتحدي ولو بحر الدهر يعاديك نفرش لك روحي وتعدي أنا جندي من عني يا بلاد الخير والإصرار تيه على العالم وتحدي <متصفيق> أنا جدي وأنت بلاد عندي عني يا بلاد الخير والإصرار تيه على العالم وتحدي ولو بحر الدهر يعاديك نفرش لك روحي وتعاد. يا شهيد الثورة مانا نحميها الثورة التونسية أنا جندي حارس بستان الحرية يا شهيد الثورة مانا نحميها الثورة التونسية شجرة أفكارك مصانا نموت أنا باش هي أنا جندي أنا جندي وأمن بلادنا احلى اللي يروي عودك، شكون ما شافش غزرة مطارك، شكون ما سمعش شي ضرب رعودك، احلى جنودك احلى الدم يروي عودك، شكون ما شافش غزرة مطارك، شكون ما سمعش شي ضرب رعودك، النار القدحت في حجارك، بشرنا بالزمن الوردي يا جندي أمان عندي يا بلاد الخير والإصرار في عالم حدي لو بحر الدهر عالي تفرشلي بروحي و عوده للبلاتو انا جندي تحيه لكل جنودنا تحيه لكل امننا في تونس اكيد حمايه الوطن وما نقولوهاش هذه راهو من باب المغالاه ولا من باب الشكر الفارغ بالحق تعرفوا في المواقف العصيبة تونس شكون تلقى تلقى أمنيها وتلقى جيشها اللي دافع عليها وتلقى أيضا شعبها اللي يحبها وهذا الأبقى في تونس وهذا اللي لازمنا نناضلوا من أجله من أجل البقاء أنه شعب يعيش بسلام الأمن أدي واجبه الجيش يأدي واجبه حتى تكتمل تونس السيادة وتونس الدولة الوطنية الحديثة إذا نرجع للضيوف نتاعي نرجع لسي الشريف المختص في التاريخ العسكري والأستاذ المحاضر في التاريخ المعاصر نقول لك مرحبا مره اخرى مرحبا بك وبالساده المشاهدين يعيشك نرجع نرحب ايضا بسي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى اهلا وسهلا وتحيه لكل المشاهدات والمشاهدين يعيشك باهي خلينا نبدا معك سي فيصل دونك خلينا نبداو ساعه في التسلسل التاريخي حتى وصلنا الى حدود الاستقلال وبعد بعد باش على حقوق الانسان وما ادراك ما حقوق الانسان سي فيصل لو كان نرجع نذكروا الساعه بتاريخ الاستعمار قبل تاريخ ال الاستقلال كيفاش بدات النواه الاولى حتى تونس سقطت في الاستعمار الفرنسي فعلا في البدء صح حبيت نوجه تحيه من الاعماق الى قواتنا المسلحه بجميع مكوناتها الجيش الوطني الحرس الوطني الشرطه هذو راهو دروع درع الوطن ايوه وعام 56 يعني لم تكن لدينا يعني قوات مسلحه فبالتالي لم تستكمل السيادة لم تونس لم تستكمل سيادتها إلا بتأسيس هذه القوات اللي كانت حامية للبلاد وللوطن وللمواطن نعم. نوجه إلى الهجمة يعني الهمجية اللي على مطار تونس الأخيرة وبالتالي نحن نعافض وهؤلاء هم حماة الوطن وهم درع الوطن نعم أكيد لا انتهاك لأمننا وجيشنا الوطني هذا كنا ما نحبوش وما نسمحوش به لكن ما نبدأوش من, من تاريخ معناتها الاستقلال خلينا نبدأو من نبديو تاريخ الاستعمار لتاريخ الاستعمار كما قلت وهذا كتاب يعني يوجه تحية إلى الجيش التونسي في الجيش التونسي, التونسي عبر العصور, العصور. نعم. هذا كتاب خرج من 2004 تو يعاد يعاد تبعه فنعود لماذا جبت مسأله الجيش لأن تونس كانت في اواسط القرن التاسع عشر رغم محاولات الاصلاح اللي قام بها خير الدين الوزير الاكبر خير الدين أيوة. ذهبت الى الوهن لان لم تكن لدينا جيش نظامي قوي هذا يدافع عن الوطن ضد الغزو الاجنبي ثانيا دخلت البلاد في فساد كبير فساد أيوش. يعني مالي، فساد إداري، آه يعني طغيان الطغمة الحاكمة مما انجر عنه كما نعرفوا الناس انتفاضة علي بن غذام سنة 1864 ضد الجباية آنذاك، رغم كما قلت محاولات إصلاح أول دستور يعني تعمل في العالم العربي 1861، محاولات إصلاحية للوزير الأكبر خير الدين، ولكن كانت الطغمة الفاسدة، وهذا نبهوله أهمية الفساد. تغط كانت على الوضع. هي اللي تغطي على الوضع، فبالتالي انجرت البلاد إلى. تقريبا افلاس مالي نعم وتم الانتداب على تونس عبر الكوميسيون المالي هذا اللي فرض شروطه ومنها كذلك عبر الشركه المرسلية للقرض انذاك لاسوسيتي مرسيدس دو كريدي التي اشترت هنشير خير الدين وهذا يعني مساله كبيره في التاريخ أيوة. اليوم يعني هو نقاش تاريخي اللي خير الدين فضل وقتها باش يمشي لتركيا وباع الهنشير هذاك اللي لقات منه مدخل في فرنسا عبر الكوميسيون المالي ولقى البنك هذايا المرسيدي اللي بعد تحولت الهنشير فيذا ولات سوسيتي فرانكو افريكان يعني شركه استغلال للهنشير فيذا فبالتالي هذا المدخل الاساسي اللي دخلت به ذاك القوات الاستعماريه اللي كان الاستعمار نتاعها مباشر عسكري آه، مالي وثم اداري آه وبالتالي كان النظام اللي اختاروه لتونس انذاك وهو نظام جديد نظام حمايه, حماية. يعني أبقاه على العلم ابقاو على الباي بعض الوزراء نتاع ولكن السياده الكامله كانت بيد فرنسا عبر المقيم العام الذي كان برتبه وزير يعني آه مفوض سي في فيصل وقتاش بدا النضال من اجل الاستقلال معناتها 1881 تونس وقعت في الاستعمار فعلا وقتاش بدا النضال من اجل الاستقلال وتكوين النواه الاولى للنضال ضد المستعمر الفرنسي؟ اولا قامت ثوره مسلحه انذاك يعني ضد التواجد العسكري الفرنسي لانه الفرنسيين دخلوا عبر البر عن طريق الجزائر قبائل مناطق قبائل الخمير ثم بانزال بحري عبر المدن وكانت يعني مقاومه شرسه خصوصا يعني مدينه سفيقس اللي قبلت ثلاثه اشهر في المقاومه ثم بعض المدن لم تقاوم مثلا كما خطر هنا راهو مشكل التاريخ. بعض المدن استسلمت مثلا القيروان لماذا القيروان؟ لان المعالم الدينيه ارادوا الحفاظ على المعالم الدينيه وعلى الجامع وعلى كل ما هي المعالم الدينيه فبالتالي اعتبرت مدينه مفتوحه وهذا يقع في الحرب انه مثلا في الحرب العالميه الثانيه كانت حمام نمف لا تمس يعني من قبل البلدان التي تتحارب انذاك تعتبر ما يسمى مدينه مفتوحه فبالتالي تركوا قيروان يعني للاستعمار نظرا لان للمحافظه على المعالم المدينه والجامع الكبير نتاع في القيروان جامع عقبه فبالتالي يلزم النسب هنا لانه برشا يقولوا مدن قاومت مدن ما قاومتش ولكن المقاومه كانت شعبيه وكبيره جدا انذاك والقتل كانوا بالمئات للتصدي للعدوان الفرنسي لكن ما كانتش مؤثره مؤثره وحتى يعني موازين القوى لم تكن يعني متكافئه متكافأة. بتاتا يعني نعم. القوى القوى العسكريه الفرنسية. كانت غاشمه وكبيره جدا يعني وهي متواجده في الجزائر منذ 1830، يعني كان المد العسكري سهل جدا انه يجيب الجزائر ويدخل قرب يعني يعني المسافه طبعا بين تونس والجزائر البحرية الفرنسيه كذلك علاش نحكيه على ضعف الجيش، ضعف يعني المؤسسات التي كانت س تقاوم يعني اي تدخل اجنبي. نعم، سي عبد الباسط تدخل معنا في الحوار من اجل حقوق الانسان ربما بدخول الاستعمار يعني ضيع تام لحقوق الانسان معناتها المستعمر يظهر لي ماهوش باش يعطي للتونسي حقوقه ماهوش باش يعامله كانسان كما المواطن الفرنسي اللي موجود في تونس ولا في فرنسا. الاستعمار هو لحظه فارقه مظلمه في تاريخ البشريه والاثار نتاعو الى حد الان موجوده والحوار حول اثاره الى حد الان موجوده بين البلدان المستعمره والبلدان التي استعمرت يعني هو لحظه فارقه لانه هو انتهاك لاحد اهم حقوق الانسان وهو حقوق الشعوب لانه يعني بدون حقوق الشعوب يعني تنتفي امكانيه التمتع بالحقوق الفرديه وغيرها من الحقوق الجماعيه هي لحظه فارقه في تونس ودخول الاستعمار كان نتاج لضعف لفساد لتحلل يعني البلاد ولكن كذلك المقاومة الاستعمار بأشكال عديدة هي اللي بنات وعينا الأول بحقوق الإنسان اللي يمتد لليوم يعني أولا, الحق في أولا المقاومة المسلحة اللي هي حق من حقوق الشعوب مقاومة الاستعمار أيوة. وامتدت على عقود يعني وذهب ضحيتها يعني عديد النساء والرجال في مختلف مراحل يعني الاستعمار هناك كذلك المقاومة السياسية والحق في يعني المقاومه عن طريق السياسه وهنا تكون يعني يعني الحركه الوطنيه بجميع يعني فروحها وبجميع يعني تشكلاتها هناك كذلك مقاومه كبيره عن طريق تكون الحركه النقبية الحركه النقبية اللي نمت كاجابه من الاجابات على البؤس وعلى وضعيه العمال ولكن كذلك كاجابه تحرر يعني من الاستعمار والحركه النقابيه ساهمت مساهمه مباشره وفعاله في عمليه التحرر الوطني، كذلك ما ننساوش انه الجانب الاخر اللي ما عليه علم كبير وهذا نرجعوا له نظرا الى عدم يعني تدريسنا تاريخ حقيقي للتحرر الوطني هو الحركات الاصلاحيه الفكريه التربويه نعم. يعني المطالبه يعني باصلاح التعليم بحقوق النساء ببرلمان تونسي وغيرها من عن طريق الصحافه الصحافه اللي كانت ناشطه بشكل كبير يعني في بدايات القرن الماضي كلها هذه يعني ادات الى وعينا بحقوق الانسان في في مختلف ابعادها يعني اللي الوعي التونسي بحقوق الانسان نقول اللي جاء من مقاومه الاستعمار اللي نلقاوه مثلا في خاتمه كتاب طهر الحداد امراتنا في الشريعه والمجتمع اللي اكد هو على انه يعني التلازم بين تحرر الشعب وتحرر الفرد وتحرر المرأة وذلك أساسا من خلال الحرية ومن خلال كذلك التعليم كان هناك منادات في نفس الوقت بعملية يعني التلازم بين مختلف أنواع التحرر مع الأسف أنا أقول أنه هذا الثراء الكبير في مقاومة المستعمر بكل هذه الأشكال اللي أدت إلى بناء الوعي بتونس الحديثة واللي أثرت فيما بعد في بناء تونس الجديدة تونس يعني الدولة التونسية آه هذا كله إلى حد الآن إما فيه قراءات يعني طاغية وهي قراءات جزئية آه ولكن لم يتحول إلى حد الآن لم يتحول إلى مخزون كبير يعني عن طريق التعليم في مختلف مراحل التعليم آه لم يتحول كذلك إلى أداة مبسطة توصل للإنسان آه التونسي وبالتالي فإنها تبني وعيه. الفردي ووعيه الجماعي بأهمية هذه المقاومة هذه المقاومة اللي الوعي بها خلنا من بعد أنه نشهد في مراحل تاريخنا بعد الاستقلال نشهد تواصل هذه المطالبات تواصل مطالبة بتونس يعني, آه يعني مستقلة بتونس عندها سيادة آه تواصل فكرة يعني تحرير النساء تواصل فكرة بناء الدولة الحديثة الاستثمار في التعليم العمومي والاستثمار في الصحة العمومية وغيرها من الأشياء ثم في مقاومه الاستبداد، نعرف انه فما لحظات كبيره بعد الاستقلال اللي صارت فيها يعني مقاومه للاستبداد ومحاوله للعوده للشعارات وهي شعارات التعدديه والتحرر يعني والاستقلال وهذا اللي شفناه كذلك يكون مكثف مكثف في الثورة التونسية اللي استعادت يعني هذه الفكرة نا. فكرة الاستقلال وفكرة نعم. يعني التحرر. اتوا سي عبد الباسل تونس بعد الثورة وماذا حفظنا ماذا حفظنا من الاستقلال وشنو اللي خلينا من قيام وشنو اللي اليوم قاعد ينتهك والمخاض هذا جديد لتونس بعد الثورة. توجيه هذا نزيد نحكي فيه معاك بطبيعه مطولا نرجع لك سي فيصل دونك احنا حكينا على على تكوين النواه الاولى للمقاومه وكيفاش بدات المقاومه في تونس الاستقلال في تونس كان على مراحل معناتها فما مرحلة أولى مرحلة ثانية المستعمر الفرنسي يعطي وعود ما يوفيش بالوعود والمقاومة ديما متواصلة فعلا يعني المقاومة أو ما يسمى بالحركة الوطنية ونحن كتاباتنا يعني موجودة والكتب والأطروحات والمقالات أيوة. يعني اللي يحب التاريخ موجود مع العالي تاريخ تونس المعاصر كلية الأداب كل شيء موجود متوفر يعني أدبيات حول الموضوع اتخذت أشكال عد أولا المقاومة المسلحة مه. اللي قلنا هي في بداية الاحتلال ثم فيما بعد تكونت كذلك روافد أخرى للحركة الوطنية اللي عندها بعد ثقافي فكري هما سياسي حتى اقتصادي في بعض الاحيان كما حدث الترامواي ومقاطعه الترامواي يعني مش من بعد فقط نشوفوا بلدان اخرى كما غاندي وغيره كان هناك وعي بانه المستعمر هذا اللي يجثم على البلاد هذه يجب ان تكون لنا يعني عديد الروافد للمقاومه ومقاومته لانه استعمار يعني قوي له <applause> سلطه يعني عسكريه قويه اداريه كذلك وحتى علميا كان متفوق على 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 تونس اذا كانت عدم التكيف هذا شنو كانت اسلحه تونس انذاك للوصول بتونس الى الاستقلال مع نقول عسكريا اقوى منا اداريا اقوى منا فكريا علميا تونس شنو كانت الاسلحه وذا لو نرجعوه يعني الى قرون خلت يعني تقريبا الى قرنين او ثلاثه قرون يعني ونبدأ نفسروا يعني في ضعف وهن الدوله. نعم. فبالتالي اول روافد للمقاومه كانت المقاومه الثقافيه فتاسيس المدرسه الخلدونيه مثلا الجمعيه الخلدونيه عفوا 1896 ثم فيما بعد حركه الشباب التونسي وهو اول نواه لتكوين حزب سياسي ايوه باعتبار انه 1901 كان قانون عفوا 1905 كان قانون الجمعيات اللي يعني سمح بتاسيس الجمعيات فبالتالي تكونت حركه الشباب التونسي اللي هي على شكلة تركيا الفتاه يعني حزب تركيا الفتاه وهذا الحزب بدا يتحرك ولو انه في نطاق ضيق ولكن ادى الى نتائج معلومه هي مثلا معركه الجلاس ثم احداث التراموي هذا يقبل الحرب العالميه الاولى ثم فيما بعد ما ننساوش هذه ذكرى كذلك للتونسيين الذين تم تجنيدهم لانه الاستعمار مش كان هنا تم تجنيد التونسيين في الحرب العالمية الأولى والعدد كان مهول وكبير جدا 86 ألف تقريبا تونسي ذهبوا إلى إلى أتون الحرب آنذاك قتل منهم حدش ألف تونسي ما حتى أثر نتاعهم هنا الكل مدفونين في فرنسا هذا يعني من نعم يعني هما قال... شهداء معناتها تحية لدماء الشهداء الزاد البشري يعني شوفوا حتى الاستعمار الأوجه العديدة ليه مش فقط أنه استعمار ثمانية ولكن أخذ أبنائنا وألقى بهم في حروب خارج تراب التونس يقع نعم. في الحرب العالميه الثانيه ثم في حرب الهند الصينيه فيما بعد مه. ثم بالتالي تحركت النخبه التونسيه بعد الحرب العالميه الاولى فقام المرحوم الشيخ عبد العزيز الثعالبي بكتابه تونس الشهيده ثم ذهبت وفود الى الى فرساي وباريس ان ذلك في مؤتمرات السلم بعد الحرب العالميه الاولى وبالتالي كانت هناك منادات الى الاعتراف بالسياده التونسيه وكذلك حقوق التونسيين هو ما النظام كان فكري اولا بالاساس فكري يعني ثقافي. معناش الاصل لكن فما عمل على الفكر وتوعية الفكر وايقاظ كما قلنا الانسان معناتها فيه حقه حقه في انه يكون حر في بلاده وبعد ما ننساوش فترة الحرب العالمية الثانية الأولى والثانية بين الحربين كانت هي فعلا منطلق كبير جدا أولا النخبة التونسية اللي تكونت عديد من النخب ذهبت إلى فرنسا وتعلمت في المدارس لا. اللي بعد شن في الاستقلال النخبة اللي مشات مثلا بين عشرين حتى تقريبا 32-35 هي بشن بعد تقود البلاد ذهبت إلى الجامعات الفرنسيه وتتلمذت منهم بورقيبه العديد يعني في القانون في الطب وغيره فكذلك كذلك نشأت حركة ثقافية من نساوش اللي قامت الثورة البولشيفية هناك فكر يساري قام هناك قطب جديد يعني سياسي قام آنذاك هي, هي الاتحاد السوفيتي فبذلك هناك تشبع بالأفكار اليسارية حتى بورقيبة والأفكار الاشتراكية فقامت أول نواة للحركة النقدية محمد علي الحام سنة 1924 أيوة. ثم التونسيون التفوا حول يعني جمعية الطلبة الشمال الإفريقيين في في فرنسا في باريس وبدأوا نضال سياسي هناك ثم عندما عادت هذه النخبة ارتأت أن تقوم بنضال سياسي بتأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد عكس يعني الحزب الدستوري القديم اللي هو بزعامة عبد العزيز الثعالبي اللي تم نفيه ومرجع كان عام 37 تم نفيه الى سوريا ورجع كان عام 37 فبالتالي هذه النخبه الجديده اللي عكس النخبه الزيتونيه كانت تحمل الافكار العصريه كانت تحمل الافكار الغربيه بحبيب بورقيبة وما من جمعه يعني الدكتور الماتري وغيره من الوطنيين انذاك واسسوا الحزب ودخلوا في صراع مباشر مع المستعمر مما ادى الى نفيهم سنه 34 حتى أيوة. 36 ثم اخرجوا من السجون وعادوا الى المعركه احداث 9 ابريل 1938 واتت الحرب العالميه الثانيه فبالتالي كانت فتره خمول في تلك الفتره ما, ما نقولوش كان النخبه الوطنيه راه كان هناك باي وطني اللي هو نصب باي أي. اللي اعتلى العرش في 19 جوان 1942 ثم بمواقفه الوطنيه راه قدم برنامج اصلاحي كامل قدم مطالب ب16 نقطه في بتاريخ 3 اوت 1942 فعندما ما خ... كانش فما استجابه لم تكن هناك استجابه بل بالعكس اتهم بالتحالف مع الالمان ووقع نفيه سنه في 13 ماي 1943 عندما دخل الحلفاء الى تونس وبقي هناك الى ان توفي في 1 سبتمبر 1948 على فكره هي اكبر جنازه وقعت في تاريخ تونس 150 نعم. الف تونسي يعني ذهبوا في جنازه منصب بي اللي عاد الى تراب الوطن في 3 سبتمبر 1948 ودفن بمقبره الجلاس وليس في تربه الباي مع البيات الاخرين. يعني أيوة. كي نحكيو عن الحركه الوطنيه علاش نقولوا عندها عديد الروافد هناك نضالات وليس نضال. ليس حزب من قام بالنضال لا ننسى كذلك الحركات الشعبية العفوية كي نرجع مثلا 1916-17 انتفاضة لودرنا التي كانت كبيرة جدا يعني يقال أنه تم استعمال حتى غاز الخردل لإبادتهم وقتلوا أكثر من 1300 جندي فرنسي نعم. في تلك الانتفاضة بين الحرب العالمية الأولى كذلك وقعت بعض الانتفاضات كما انتفاضة مريزيك سنة 1943 انتفاضة الفراشيشة 1906 هناك محطات للمقاومة لكنها كانت عفوية غير مؤثرة ما كان مؤثر أكثر وما يبدو للعيان هي المقاومة السياسية الثقافية فترة الحرب العالمية الاولى والثانية ما بين الحربين كانت فترة خصبة جدا جمعت تحت السور الكتابات شعر الشابي الحركه النقبيه اللي بدات مع محمد علي الحامي ثم سنة 36 بالقسم القناوي الذي أسس نقابة تونسية ثم أيوة. فيما بعد بعد الحرب العالمية الثانية نشأت الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أول نقابة ليس فقط تونسية لحما ودما بل عربية وحتى على مستوى إفريقيا وهي التي أسس وهالاتحاد الاتحاد هو الذي أسس عديد النقابات في العالم العربي فيما بعد نعم. هذه المحادثات الكبرى توصلوا بعد للانتفاضة المسلحة سنة 52-54 أربعة أيوة. اللي هو بعد التاريخ اللي بدأ يكون تاريخ حاسم للاستقلال طريق للاستقلال هي كانت عفوية لكن كان هناك تأثير خفي يعني ولهذا تم قتلت فرنسا العديد من الوطنيين أنا ذاك فرحة حشيت الدكتور مرحوم عبد الرحمن مامي آه الأخوة حفوز والمرحوم الهادي شاكر كانوا تقريبا هؤلاء يعني من دعموا الانتفاضة واللي خاف منهم المسلحة فرنسا دونك قامت بإبادتهم سميهم الفلاقة لكن نحن نسميها الثورة المسلحة التونسية والانتفاضة المسلحة التونسية 52 18 جانفي إلى أن ألقوا بالسلاح وبأمر من الحزب الحر الدستوري ثم ندخل في مرحله الاستقلال وهو نعم. الاستقلال الداخلي ثم الاستقلال التام ب 20 مارس. اتا هذا له اكيد الفترة. ونزيد ونحكي فيها سي عبد الباسط كنا نسمعوا في سي فيصل قاعد يحكي لنا الى اي مدى تشبث التونسي وقتها بحقوقه معناتها موت اضطهاد اه، اه، نفي حبس لكن التونسي ما تراجعش على انه يناضل من اجل حقوقه، هل تعتبر الفتره هذيك معناتها فما نجاح كبير في التأطير الفكري اللي نفتقدوه اليوم لحقيقة تشوف انه الشعب متشتت متذبذب الناس ماهيش فاهمه ما شنو تعمل في ظل قاعدة قاعد يصير اليوم، لكن قبل نحس وكانه فما طريق مرسومه واضحه يعني الطريقه التي رسمت من اجل الحصول حصول التونسي على حقوقه وحق تونس في السياده وحقها انها تكون يعني دوله وطنيه مستقله تشبثوا به الى اخر قطره في الدم. لا نحب ننسب نوعا ما الاشياء يعني لانه بالفعل كانت فما تنوع في المطالبه بالتحرر يعني من الاستعمار كانت فما عديد الطاقات كانت فما معناها رؤيه مدنيه كذلك ولكن كل الناس اللي ناضلت من اجل الاستقلال كذلك عانت سواء المنافي السجون الـ 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 يعني القتل والاعدام وكذلك حتى المفكرين المصلحين عناو عناو في تاريخ تونس ونعرفوا قصه يعني طاهر الحداد وغيرها يعني فكان فما بناء يعني تدريجي لهذا الفكر يعني الاصلاحي والفكر السياسي كان فما طول نفس أي. وكذلك كان فما الجهد الجماعي الجهد الجماعي والروافد العديده اللي اللي احنا لأدات. نفتقدوه اليوم فماش تالف لا اليوم اليوم يعني العصر غير العصر أي. واليوم احنا الان يعني في مرحله تختلف نوعا ما قد تشبه يعني مرحله المشاكل الكبيره اللي ادت الى الاستعمار قد تشبه نفس اللحظه الفارقه والاختيره ولكن الموضوع اليوم يختلف نوعا ما احنا اليوم يعني بعد ما الشعب يعني قام بثورته في أيوة. 2011 واللي استعاد فيها يعني هذا النفس النضالي اللي يطالب بالكرامة ويطالب بالحرية ويطالب بالتشغيل والتنمية العادلة وغيرها بعد هذا وبعد الأحلام اللي حلمتها الناس الطريق خذا يعني طريق مختلف خذا طريق انا اعتبره انه طريق الخطأ احنا اصبحنا في مرحله معينه ناظلوا من اجل تثبيت فكره مدنيه الدوله اي ضد يعني التطرف ضد التكفير ضد الارهاب ضد دخلت عوامل معناتها حولت القضيه الى قضيه اخرى جرنا الى صراعات يعني الهويه المغلقه وكان ادى هذا إلى، إلى،, الى 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 وقوع شهداء يعني في في في, في تونس الله يرحمهم يعني وقع يعني في ولا خوف على الدولة ولا خوف على أسس الدولة ثم كذلك المثال نتاع الدولة الحديثة بدأ يتفكك شفنا اليوم الواقع هذا الواقع الخطير هو أنه يعني عنا تقريباً 21% يعني من نسبة الفقر عندنا تدهور كبير في مفهوم يعني المدرسه العموميه في جوده صحيح. التعليم فما يعني واللي كلها حقوق معناتها حقوق بالضبط يعني يعني فما فكره يعني المصلحه العامه اللي قاعده تضيع فما فكره يعني المدرسه العموميه والصحه العموميه وغيرها من الاشياء اللي قاعده يعني تذهب تدريجيا نحو التفكك ثم كذلك فما ازمه سياسيه خانقة الأزمة السياسية هذه اللي بالفعل السياسة اليوم لم تعد في قيمة المرحلة يعني السياسة اليوم اللي أصبحت مكان يعني أو فضاء للتناحر فضاء يعني للإثارة فضاء يعني كل الأشياء هذه تخلينا اليوم في هذه المرحلة بالذات نعاود نستذكر الاخطار الكبيره نتاع الخوف على سياده البلاد احنا اليوم الان اصبحنا اللي ضحاوا من اجل الاجيال اللي كنا اللي ضحاوا نحكيوا من عليها من اجل الاجيال احنا اليوم ولينا نحكيوا على تونس لا يمكن أن تنجو بين قوسين من الوضع الإفلاس الممكن بدون أن ما تصبح تحت رحمة يعني المؤسسات المالية الدولية واللي نحكيه على شبح الإفلاس واللي نحكيه على خطر يعني الحروب الأهلية وهي اليوم فما حرب نوعا ما أهلية بين قوسين اللي قاعدة تدور عن طريق التجاذبات الكبرى هذه المخاطر اللي قاعدة نعيش فيها هي اللي تتطلب منا اليوم أنه نستذكروا أنه نستحضروا كل المعاني اللي ناضلت من أجلها الناس أثناء الاستعمار واللي هي معاني التشبث بالدولة المدنية اللي هي المعاني التشبث بالسيادة واللي هي معاني كذلك ايجاد حلول حقيقيه لهالأزمة الأزمة السياسيه حتى هذه ما نخسروش المكاسب اللي لأنه عليها. لأنه الان ما عادش توا اكيد انه فما انتهاكات عديده لحقوق الانسان مازالت متواصله اكيد انه وقعت بعض هوامش الحريات كما حريه الراي والتعبير كما بعض القوانين الجديده وكذا ولكن اللي توا ولينا نحكيه عليه في تونس ما عادش نحكيه على خطر انتهاكات لحقوق الانسان فقط ولينا نحكيه على خطر يعني ذهاب الدوله خطر ذهاب السلم الاجتماعي قطر خطر ذهاب بعض الانجازات المهمه اللي وقعت على مدى تاريخ تونس الحديثه اليوم اليوم اكيد انه اللحظه تتطلب مسؤوليه جماعيه كبيره تتطلب كذلك بحث عن حلول جديه وعن العوده العوده الى ما احلمنا به الكل وحلمنا به هو منظومه حقوق وحريات اللي هي دستور يفعل في قوانين يعني متحرره، اللي هو مؤسسات رقابيه مثل المحكمه الدستوريه، اللي هي يعني مجتمع مدني، ثقافه، تعليم جيد، هذا الاشياء اللي حلمت بها التونسيين والتوانسه والان اللي قاعدين نمشيو في العكس تماما ولهذا نعم قاعد يضيع بالضبط ثم <applause> انه الدرس كذلك الدرس الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه هو انه آه النوع من الانهيار اللي قاعد يصير في, في الثقافة الاجتماعية صحيح. في القيم في التعليم الانهيار في السياسة هذا البؤس السياسي اللي قاعدين فيه يعني كنا نحبه على الديمقراطية بدون ديمقراطيين هذا التحلل في مؤسسات الدولة هذا ضرب مؤسسات الدولة آه كل, اليوم أيضا كل الأشياء هذه العنف المستشري كل هذا يؤكد على أنه يزمن نرجع نرجعوا للحلم المؤسس، للحلم المؤسس متاع المصلحين والمصلحات متاع البلاد في بدايات القرن الماضي وحتى في نهاية القرن التاسع عشر، الحلم هو في الاستثمار في الإنسان، الاستثمار في الإنسان، الاستثمار في المدنية، الاستثمار في بداية بناء, بناء دولة مدنيه نعم. الاستثمار في دوله القانون ثم كذلك الاستثمار في الذكاء البشري عن طريق الثقافه المتحرره عن طريق التعليم اللي ينور ويعلم الفكر النقدي التعليم اللي يعطي مهارات باش تفهم بها الواقع نتاعك وتفهم بها العالم وكذلك عن طريق يعني تاسيس للانسان والاستثمار في الانسان احنا بعد سنوات وعقود من من الاستقلال وذهاب الاستعمار احنا اليوم حاجه مخجله صحيح. حاجه مخجله انه نلقاو ناس ما عندهاش الامكانيات تتعلم وتاخذ تعليم جيد الناس ما عندهاش الامكانيات تداوي مسنين ما عادش عندهم الدواء للامراض يعني فهمتي المزمنه قاعدين نشوفوا في تحلل يعني الدوله اللي ما عادش قادره انها اليوم انها ترعى ترعى ظواهر من نوع التشرد من نوع يعني اطفال الشوارع من نوع يعني نعم ما قاعد يتفكك وهذا وهذا نعم. اللي خلينا اليوم نعاود نسترجعوا مره اخرى نعاود نسترجعوا قيمه المعاني والقيم اللي, أدى اللي اللي على مدى تاريخ تونس على فكره يعني تحرر من الاستعمار وحتى على مدى تاريخ تونس القديم جدا كانت دائما هذه الرغبه في تونس موحده في تونس مدنيه وفي تونس كذلك تستثمر في الانسان لان تونس عندها من الامكانيات على فكره على مستوى وضعها جيوستراتيجي استراتيجي على مستوى تاريخها المدني على مستوى ذكاء بناتها واولادها عندها كل عندها الامكانيات ثروات انها تستثمر في الانسان وتخرج من هذا الجنون اللي قاعدين يعيشوا فيه اليوم نعم. واللي هززنا بشوالين اصبحنا نخافوا على تونس ونخافوا على مستقبلها واضح به آه وانت تحكينا على تونس اللي كانت حلم كبير انا نشوفوها في آه صورة أخرى نرجع معك سي عبد الباسط لتواريخ محورية 52 54 56 و 62 يظهر لي هذه التواريخ المحورية نحو استقلال تونس اللي فيها فرنسا حاولت أنها تقاوم حاولت أنت أنها تنتهك تونس لكن تشبث التونسيين أنهم يتحصلوا على سيادة بلادهم خلينا اليوم دورة دولة مستقلة بين ذفرين اليوم أي؟ فعلا كان اليوم هنا نداء الى للاسف الطبقه السياسيه التي لا تشبه تاريخ البلاد الى قراءه التاريخ، هم لا يقرؤون التاريخ، لو قرأوا التاريخ لفهموا جيدا ان من بناء الدوله الوطنيه انذاك لان دوله استقلال لان فرنسا جثمت على تونس اكثر من 75 سنه يعني كاستعمار أيوة. في الجزائر 132 وفي المغرب 44 سنه بنا احنا جينا دوله الوسطى أيوة. فبالتالي الحرب ضد التحرر هي كانت لبناء الفرد لبناء الدوله الدوله الوطنيه المدنيه بعد نهايه المقاومه المسلحه تقريبا وتسليم السلاح من قبل الثوار يعني قامت مفاوضات انذاك ادت الى الاستقلال الداخلي وهي صفحه تويت باعتبار انه بعد الامضاء على وثيقه الاستقلال الداخلي وعوده بورقيبه يوم من واحد جوان الامضاء 3 جوان على فكره يعني هناك عديد من يتكلمون على ان ليس بورقيبه من كان الفاعل وغيره لا الحزب ت... الحزب الحر الدستوري هو من كان بوزرائه داخل حكومة الطاهر بن عمار هو كان المحرك الأساسي بير مونديس كان تقريبا صديق لبورقيبة وبورقيبة عندما عاد من المنفى من جالطة ثم عاد في واحد جوان 1955 وكان مسار نحو الاستقلال لكن الاستقلال لم يكن بالأساس مؤدي إلى السياده ايوا يعني بعض التواريخ بين الاستقلال وبين السياده, السيادة. علاش مثلا برشا يسالوا شبيه قاعدة في بنزرت حتى ضغطوا شويه على المعلومات اللي الوقت حتى ل 63 باش خرجت فرنسا 15 اكتوبر السبع سنين هذوكم يعني شنو اللي صار بالضبط في سنين سبع سنوات او ثمان سنوات تلك كانت مفصليه في بناء ما يسمى بالدوله المدنيه الحديثه أيوة. وكانت خيارات استراتيجيه كبيره جدا وهنا ندعو للسياسيين باش يتعظوا بالسياسيين انذاك يعني حتى معدل الاعمار كانوا في مرة بين 24 و 30 سنه يعني, يعني الوزراء كانوا شباب, كانوا شباب ولكن أي. كانوا مفحمين ببناء الدوله بتلك كان الفكره نتاعهم آه سليم الحريه وسليم وكانوا أي. يعطيهم من انفسهم ومن وقتهم مثلا بيلاتهم كان يخدم 14 ساعه في النهار راه ولا طيب المهيري المرحوم طيب المهيري المجلسين كان كانوا رجال يريدون بناء دوله كانت تلك الافكار قد تجسدت على الميدان فبالتالي لمضاء استقلال تونس في 20 مارس 1956 سبقه قبل باربع ايام قرار كبير جدا أيوه؟ داخل الدوائر الفرنسيه وهذا تجدوه في كتابي على تاريخ الجيش التونسي زمن الاستعمار ننتظر الترجمة إلى حد يعني الآن ننتظر الترجمة عنده ثلاثة سنوات لأن كل الوثائق بالفرنسية فعلا ف 16 مارس 1956 كان أعطت فرنسا الإذن تقريبا بقرار أن يتم بناء جيش تونسي هنا باش نعرفوا شوية راهو ما هيش وقتها لأن يعني الجيش الفرنسي لا يزال موجود في جميع تكنات وقت الاستقلال والتراب التونسي الجنوب التونسي لا يزال تراب عسكري ايوه برشا ما يعرفوش في بالهم تونس حما... استقلت حمايه لمصالح الرعايه نتاعهم اللي موجودين في موجودين. تونس موجودين اوروبيين كانوا بكثره الفرنسيين فبالتالي كان التراب التونسي لم يتحرر بعد عن نعم. الاستقلال ولكن ليس لديك لا شرطه ولا حرس ولا جيش <applause> هذا برشا ما يعرفوش في بالو اللي استقلوا والا عندما تمت مطارده اليوسفيين في الفتره من جانفي 56 الى حدود جويليا 56 كان بمعيه الجيش الفرنسي في الجنوب التونسي ففي 25 مارس بعد الاستقلال مباشره تم انتخاب المجلس التاسيسي واللي تكون فيه الجبهة الوطنية وتم فيما بعد يعني خرج منه حكومة حكومة تسمى الاستقلال وحكومة بورقيبة في 15 أبريل 1956 هذه تواريخ مفصلية رو لأنه آآ آآ تلك الوزارة هي فيما بعد ستؤدي بقيامها لمدة 15 شهر إلى أعلان الجمهورية في 15 شهر هذوما تقريبا وذا كتبت فيه مقالات عديدة تم تأسيس ما يسمى بالجمهورية التونسية الحديثة للأسف كما قلت تم هناك بعض تصفية حسابات كما المحكمة العليا اللي تم إنشائها في 18 أبريل 1956 ولكن كان هناك تحوير جوهري تم إلغاء القياد تم إنشاء المعتمديات والولايات في 21 جوان 1956 يعني الحكومة التونسية فرضت نفسها والتأسيس الجيش التونسي ووزارة خارجية في نفس اليوم يوم 3 ماي 1956 ثم فيما بعد قام الجيش بانشائه في 30 جوان ولكن قبل ستة أيام تقريبا قام بأول خروج إلى إلى تونس ثم فيما بعد جاءت فرنسا أوقفت لعناة الاقتصادية والعسكرية منذ جان في سبعة باعتبار أنه معركة الجزائر العاصمة بدأت لبطايدالجي أيوة. ف... قامت فيما بعد تونس بمعاضلة المعركة الجزائريين ضد الاستعمار الفرنسي وجاءت احداث سقيد سيدي يوسف اللي انبثق عليها معناها اتفاقيه مهمه جدا وهي اتفاقيه 17 جوان 1958 وتم اجلاء جميع الجنود الفرنسيين من التراب التونسي باستثناء قاعده بنزرت كان نفهموا علاش من بعد بين 58 حتى ل 63 قالت المعركه تدور حول بنزرت هذه مراحل استكمال السياده منها تاسيس عديد الوزارات البنك المركزي التونسي العمله بورقيبة فرض العملة التونسية عكس عديد الدول اللي بقات تحت الإطار العملة الفرنسية فبالتالي نقرأها الفترة هذه مهمة جدا لأن فيها كانت خيارات الدولة الوطنية الحديثة لم يعطي برجيبا أعطى الأولوية للتعليم والصحة وكذلك لتحرير المرأة ليس بورقيبة فقط يعني كانت هناك نخبة كبيرة جدا نعم تؤمن بتحرير المرأة وبدور المرأة بال... في ونخبة تبني التنصية. البلاد هذه وبنات الدولة الوطنية نعم يعني بأخطائها ب... ولكن كانت خيارات كان هناك طموح وإرادة لبناء الدولة الوطنية يا ريت السياسيين اليوم يتعظوا بهم هذه كلمة اللي باش أكيد الكلمة الأخيرة اللي تعطيها لنا للسياسيين اليوم خاطر احنا كي نتذكروا تونس والاستقلال معناتها ونشوفوا بعض الممارسات سياسي اليوم يظهر لي مخجل انك تقارن بين سياسي في العصر هذاك وسياسي في العصر علاقة. هذا والله نأكد لكم انك تقرأ غير للاسف قلت لهم ما يقراوش التاريخ وما يحبوش التاريخ لان عشان. التاريخ راهو عظه هي موعظه هو آه نشوفوا التجارب نتاعنا نبنيو عليها بايجابياتها وباخطائها لكن التعظ بالايجابيات كذلك وتداركوا تلك الاخطاء ولكن عندما لا تقرأه ذلك التاريخ وتعتقد انك اليوم اكيد انك باش تكون في معزل عن التاريخ وماكش السياق التاريخي وتاريخ هذه اللي هو نعم. عنده الاف السنين والدوله هذه ما تحطموهاش راهي عندها تاريخها والدوله هذه عريقه وهذا هو شكرا لك شكرا لك سي فيصل سي عبد البست بن حسن الكلمه الاخيره اللي توجهها اليوم على ايقاع هذه الذكرى ذكرى 65 لاستقلال تونس الدرس الاول حسب رايي هو التعليم والتربية على هذه المعاني معاني التحرر وعلى هذا التنوع الكبير يجب وعلى, تاريخ اليوم. وعلى تاريخ تونس المتعدد يلزمنا نعم. نخرج الفكرة الأحادية على تاريخ تونس ونعلمه ونعلموه للأطفال ونعلموا القيم القيم ونستمدوها من قيم هذه المدنية والقيم التحرر وغيرها من القيم اللي تأسس الإنسان على قبول المعاني الاختلاف وعلى التعدد وعلى التحرر ثانيا وعلى الفكر النقدي ثانيا يلزمنا كذلك نأسه اليوم إلى فكر وطني جديد، فكر يقوم على الاصلاح، نعود الى الاصلاحات اللي كل الناس تستنى فيها، اصلاح يعني التعليم، اصلاح الصحه، اصلاح النقل، اصلاح المؤسسات، نعود الى تاسيس دوله القانون على قاعده لان هي اللي باش من الخوف والفاقه وتخرجنا من الدوامه هذه، ثالثا، ثالثا، آه، لازم يعود السياسيون والسياسيات يعودوا إلى هذه المعاني من أجل يعني بناء فكرة المسؤولية اللي تقوم على الكفاءة تقوم كذلك على التضحية وتقوم تقوم على المحاسبه، تقوم على فكره المحاسبه لانه اذا باش نواصلوا بهذا الشكل والخطر اليوم يختار. الخطر اليوم ده موجود نعم. يعني يلزمنا نفيقوا نفيقوا لتونس ونفيقوا من هذه الدوامه دوامه تحطيم البلاد وتدمير يعني كل المؤسسات وكل المكاسب الهامه اللي يعني ضحاوا من اجلها ضحا من اجل الناس على مدى السنة. تاريخ نعم. مدى تاريخ تونس 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 معناها تونس جميله تونس عندها طاقات كبيره تونس يعني قادرة ببناتها أولادها على أنها تمشي يعني فهمتي نحو التنمية الإنسانية المستدامة اللي بحثوا عليها تمشي نحو يعني أكثر انفتاح على العالم ثم تعطي دروس كذلك في نضالاتها من أجل المدنية تونس هذه اللي نحبوها مش تونس يعني اللي قاعدين نشوفوا فيها الآن واللي هي مجال للتناحر مجال للبؤس السياسي وكذلك مجال للتفقير نعم. كرامة التوانسة والتونسيات هذا اللي لازم يكون يعني البوصلة نتاعنا في المرحلة القادمة نعم شكرا لك فيصل الشريف المختص في التاريخ العسكري والأستاذ المحاضر في التاريخ المعاصر شكرا لك سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان على كل ما هنا من معلومات قيمة في هذه الذكرى المجيدة أكيد تونس تقعد ديما أمانة كالعادة نمشي الأغنية وطنية ذات طابع وطني ثم نعود بتونس شعب أراد الحياة فهب بعزم ولد القدر وطار للقمة عيش كريم ومن أجل حرية فانتصر بتونس شعب أراد الحياة فهب بعزم ولد القدر وطار للقمة عيش كريم ومن أجل حرية يزول التراب وتبقى الشعوب ودورة تونس أم العبر فضموا الصفوف أزيل الفتن وضحوا جميعا لاجل الوطن فضموا الصفوف أزيل الفتن وضحوا جميعا لاجل الوطن حمادا وكونوا حماة وكونوا منادا ولا نستهين بغدر الزمن إذا الشعب يوما أراد الحياة ينال الأماني بدفع الثمن فيا شعب تونس زال الظلام ولا حتى باشر فجر أغر فيا شعب تونس زال الظلام ولا حتى باشر فجر أغر وللحق والعدل جسر طويل فهيا عبروا وتوقوا الحضر وللحق والعدل جسر طويل فهيا عبروا وتوقوا الحضر تضم الصفوف أزيلوا الفتن تضم الصفوف أزيل الفتن وضحوا جميعا لأجل الوطن <applause> نعود الى المباشر نعود لاستقبال ضيوف نتاعنا سي حمادي بن جبل اه يحضر بحثنا اليوم استاذ مبرز دكتور دكتور ودكتور دوله في اه فلسفه العلوم اهلا وسهلا ومرحبا بك صباح الخير بارك الله فيك عيشك نورتنا بالحضور الله يعيشك مفكرين نحتاجوهم برشا ان شاء الله نحتاجوهم خاصة أنهم يفكروا معنا في حل الوضع الراهن اللي تعيشه تونس اليوم بكل هذه التجاذبات والانقسامات الفكرية والحزبية وغيرها. نحكي على آه تاريخ المستقبل، قلت لي أنت فما تاريخ حاضر وفما تاريخ مستقبلي يعني معناتها نبداو نتوقعوا فيه من توا آه تونس كانت مستعمرة، تونس استقلت، تونس ولات دولة وطنية ذات سيادة، تونس عملت ثورة تونس اليوم في انقسامات وتجاذبات وغيرها هل أنه نقولوا اللي هنا الأجيال القديمة في أمان اليوم ولا فما خطر داهم بالنسبة لك كمفكر كيفاش ترى الأوضاع والأمور هو كان تسمحي يوم 12 ماي أيوة 2012 أي استدعاني شريط الأنباء لهنا في القاعة هذه ولا في في استوديو الأنباء حاجة هكايا تحية يعني. لكل فريق الأنباء اللي يعمل بجد وقع الاعتداء نقول جريمة الاعتداء على جمع الزيتونة أي. وعطوه الشخص نكرة ومانيش فيش نقعد نرجع له في شريط الأنباء قال لي شنو رايك ولا أخت ولا ولا قلت له هذه خطوة أولى في اتجاه تحطيم الدولة الوطنية أيوة. علاش اعتبرتها خطوة أولى لأني عارف إيش مشاق هذا تاريخ المستقبل <applause> راهو المفكر اذا كان تحب التواضع والتواضع لله معناها معناها وفوق كل علم عليم ما تقعدش تستنى لين تجي المصيبه باش تتوقعها باش تندد بها ينبغي ان تتوقعها صار <applause> <applause> سيء يعني ان تعلم هو ان تتوقع كنت اعلم علم اليقين ان تلك الخطوه كانت الاولى في اتجاه تحطيم دوله الاستقلال لأن الذين جاءونا ليس لهم من فضيلة الوطنية إلا ربما بطاقة التعريف لأن الذي يعمل ذلك ثم فيما بعد تلاحقت الأحداث ومما آسف له أنه في كل مرة أتفطن إلى أني لم أكن على خطأ يعني وقت اللي يطلع اللي توقعته صحيح واحد اللي يطلع واحد في جامعة كما جامعة النوبة وينحي الاعلام التونسي. نعم. ووزير التعليم العالي اللي هو من الحزب الحزب شنو هو شنو لا, لا يحرك ساكنا. تتصدى له طالبة بارك الله فيه يتصدى له الاساتذة ولكن الادارة لا ويعوض العلم الوطني بعلم لست ادري ما هو. العالم اللي ضحات من اجله اجيال يعني في شك من هلا راهو ثم هي. ناس ماتت راهو ثم عنده ناس رمزيه كبيره علاش ربما عندي شويه على زملائي اللي كانوا بارك الله فيهم أنا, انا نعرف الناس ذوك اللي بنوا الوطنيه نعرف على الاقل منهم الحبيب بورقيب الله يرحمه الله يرحمه نعم. كنت صحافي في السبعينات وكنت تقريبا كل جمعه لازم نلاقي رئيس الجمهوري بحكم المهنه مش على خاطر عندي الله. نعرف سي محمود المسعدي وانا في الابتدائي نعرف سي مصطفى الفلالي يعني لن توفى وإحنا أحباب معنا يعني هذوم اللي بنوا الدول الوطنية نعرف سي محمد الناصر هذوم الكل والآن في اغتراب توا يعني بين شنو اللي هو كان عنا من أجيال يعني تناظر من أكثر شوية من, من اغتراب اغتراب هذه كلمة فلسفة أيوة. نحن في وضع استعماري أي. وخلينا نقول لك وضع استعماري الوضع الاستعماري بالنسبة لأية أمة هي أن تكون هو أن تكون في وضع مشلولة الإرادة م. نحن اليوم أمة شعب دوله مشلوله الاراده لا رئيس الجمهوريه نجم يعمل حاجه ولا رئيس الحكومه نجم يعمل حاجه ولا العمده نجم يعمل حاجه ولا المعتمد ولا الولي شنو الاسباب خلينا نحدوا الاسباب الواضحه الاسباب منو مره مخطوطه تحطيم الدوله الوطنيه مؤامره يعني على تونس خليني نقول هي إيه لا لا كلمه مؤامره مش تخطيط ايوه تخطيط لان المؤامره تقع في الخفاء والذي جعل هذه الامور تمشي تمشي هكاك كمان وتوصل لها النتيجه اللي احنا فيها معناها اللي هو اللي سميتها انا وضع استعماري اي وضع تكون فيه الامه مره اخرى مشلولة الاراده من اراده الفعل ما فماش كل هذا الوضع هو الذي اريد له ان يكون منذ انتخابات 2011 نقول لك في 2011 وقبل الانتخابات ايوه نشرت مقاله تقيم فيها صفحه كامله في جريده ثاني من, من الجريده قلت نحن نمر من نظام بورقيبة الذي هو نظام نقول أنا سلطوي أوتوريتار إلى نظام اليوم سيكون نقول أنا ساعتها ديكتاتوري ظلامي مم. معناها ماشي يعني تنجم تقول بن علي كانت عنده سيئات بورقيبة كانت عنده معناها ولا لا سيئات أيضا ولكن ما من لا هذا ولا ذاك وما من احد من بنات الاستقلال دولة الاستقلال اوصل إلى هذا الوضع لا استنى خان الامانه مالشني نعم اخطاوه نبدأ نتحدث معنا فما فما حتى اشكال وباش نسمح باش ترتاحي شويه معناها انا في عام واحد خذت دورتين انتخابيتين وكلت العصا اللي شبعت في دوله برقيمه معناها معنى مانيش اليوم وقت نقول انا المجاهد الاكبر هو فعلا المجاهد الاكبر هو فعلا بني الاستقلال هو فعلا عام عليا انا مزيا لانه قراني لانه عمل المدرسه ورا سختي باش المدرسه اللي قريت فيها انا كوري نتاع بقر زينوه واعطوه بابسط الامكانيات يعني المهم التعليم والفكر في ذلك الوقت فاذا بنا اليوم كان الواحد يمشي 20 كيلومتر باش يقراوا له جواب لو ما ثماش دار ما فيهاش ربما أنا على الاقل واحد عنده شو اسمه هو البكالوريا والا عنده دكتوراه والا عنده كذا ولينا اليوم نشكو معناها اذا كان من قلت التعليم قل قلت حاجه نعم. انا عندي شويه احصائيات معناها اللي نعرفها تو مثلا وقت اللي تاخذ لا بوفر معناها الفقر المدقع ايوه عام الاستقلال يعني تلقى 75 الفقر المدقع كما تعرفه الامم المتحده مش كما انا ولا يعني 75% عام 2010 اقل من 5% يعني باش نشوفوا شنو معناها دوله الاستقلال ايوه ثم وقت اللي تاخذ قداش نهار استقلينا عندنا تقريبا ما يمكن ان نسميه 15 معهد في الجمهوريه الكل مم. 15 معهد اليوم عندنا معناها 1403 راهو معناها من 15 معهد 1403 وقت اللي استقال لنا عندنا 2000 ايتوديون في الخارج وفي تونس وفي الاقتصاد الكل 2000 اليوم عندنا 380000 معناها وقت اللي لاسبيرونس دو في يعني قداش كان معدل العمر في دلامه في شك المعدل اللي يعيشوه تو 47 عام اليوم وصلنا ل 75 عام وما كان ذلك علاش؟ لانه عملنا الطب كما كانوا الاولاد يحكيوا اللي قبل بارك الله فيهم يعني من اولويات بورقيبه كان التعليم والصحه علاش كان عندنا 200 طبيب في الجمهوريه التونسيه في... خلينا نقول انا في الاياله التونسيه ايوه والا درجتي اليوم يا لله يعني 200 معناها معنا. يعني معنا الطبيب لكل 12000 مواطن اليوم عندنا تقريبا طبيب لكل 900 مواطن اليوم عندنا معناها حسب ما نعرف انا شويه معناها الطب اللي عندنا تقريبا 12000 اقل شيء والى جانب انه ثم ناس ما يشتخدم أي يعني هذه المعارف. ثمرة النضالات هت... معناتها من فهو. اجل بناء تونس بيقول وطنية هذه يجي يقول لي القنا خرابة. هذا اللي يروج له اليوم. لا لي... لا مش يروج هذا ما يراد له ويجب ان نعترض على هذا وان نندد بهذا راه حين يتعلق الامر بالوطن ما ثماش وسط ما ثماش حي... حياد ما ثماش ايضا خلينا نقول انا معناها مش مجرد وقوف على الربوة. سكوت انا خاطيني والله يلي عركة بين الزاتره وندرا شنو هو هو تنديد و... من المفكرين موجود نشوفوا كل يوم البلاتوات نتاع التلفزه معناتها عباد تعيط وتصيح وتندد بكل هذه الافكار لكن ما فماش استجابه ما نشوفه وكأنه احنا نحكي ونعيطوا في واد والطبقه السياسيه في واد اخر ما انت ما عندكش طبقه سياسيه هذه نبداو من هنا الساعه يعني برشا كلام زايد ما تشكوه تونس اليوم خاصه أنا. هي ما سميته ظاهرة اليتم السياسي ما عندكش لو بوليتيك معنا رجل السياسه في تونس عندك ناس تدبر في روسها وفاء حتى راهو الناس ثم ناس فالابل يعني الناس طو... مثلا يعني هكا معناها نقول اسم هكاكا معناها قلت اللي تاخذ حسين الديماسي زميلي وخويا <applause> نهار قال لي شاف انه قال لي مش الدوله اللي فائده شنو مجرمي الاعتداء على الامن الوطني قال انا ما قلتش وزير وما نصحش الورقه هذه الى كلاكي لابورت روح لدارو وهو اليوم في صحة جيدة. فما ناس وطنيين يا أخي. ما... لكن يضطر يزدر... يضطر للتخلي معناتها مش والا تلقاه وطني. وطني نعرف اليوم مانيش باش نسمي باش ما نحرجش الناس ثم وطنيين وثم ناس غيورين ونعرفهم صادقين ولكن جاؤوا في مجموعة وفي وضع ينحيلهم كل قدرة على الفعل. نعم. وبالتالي نلقى روحنا في وضع لا سياسة فيه ولكنه تدبير الراس. أي. يعني كيفاش ننحي نحن شنو اسالوا اشياء من هذا نعم النوع. هي ولات حرب عصابات نقولوها للاسف ونتحمل فيها مسؤوليتي حرب عصابات ما عادش حرب من اجل الحفاظ على تونس حقيقة أنا كانت تسمح لي أنا, انا ما نقولش حرب عصابات انا قلتها قلت لا 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 هي اليوم هو حرب فعلا هي حرب من اجل استقلال الوطن أي. فيه نوعين فيه المنتصرون للوطن والخاذلون للوطن <تصفيق> <تصفيق> نحن اليوم للوطن ايوه معناها تنجم تقول كانما نحن نستعيد استقلال البلاد يعني قبل ما يتحرر من الاستعمار الخارجي اليوم نحن نحرره او ينبغي ان نحرره ونعلن تحرير البلاد من الاستعمار الداخلي طيب يعني باش تبقى امورنا واضحه وبالتالي ما عنديش يمين ويسار ما عنديش شنو هو دستوري ومش دستوري كلهم شرفاء اذا ما اصطفوا لصالح الوطن, لصالح الوطن ولتحرير الوطن أي المناسبة اليوم هي مناسبة تاريخية هو استقلال تونس نعم. هو أنه تونس ولت عندها سيادة ولت دولة وطنية استرجعنا حقوق الإنسان فيها لكن نشوف اليوم مظاهر الاحتفال في عيد الاستقلال حاليا غايبة علاش زعما؟ معناتها نشوفه مع زعيم الحبيب بورقيبه والا مع زي العابدين الله يرحمه، نشوفوا معناتها اللي مظاهر الاحتفال بعيد الاستقلال كانت كبيره برشا، حتى احنا كاعلاميين تلقانا الكل موبليزي ونخدموا وعندنا معناتها برامج خاصه وغيرها، لكن اليوم نشوفوا انتفت هذه المظاهر، هل انه ولا خوف من الانفجار معناتها انه انه الناس تستغل الفرصه انها تنفجر وتعبر؟ لا ما نظنش لا لا هو هذا مخطط له إيه يعني لا انا اصلا خاطرك مفكر اكيد اكيد انه لا لا, عندك لا مش خير منك والله لا امني اما قلت لك مخطط له أي. يعني نحب نغيب كل المناسبات التي يمكن للتونسي ان يفخر بانه تونسي امني تو نلعب واحنا معنا امني بلاي ماذا سيبقى من امريكا مثلا لو كان الامريكان اليوم بداوا يتحاسبوا على الهنود الحمر اش عملوا لهم وعلى الرقيق الافريقي. لو كان نبداو نقولوا مثلا نابليون واش عمل في سوريا؟ اي ونبداو نجبدوا السلبيات، يعني هذا يقول لك زميلنا الشريف الاستاذ التاريخ، في شك معناها يعني سلبيات الفعل التاريخي كثيرة، مم. ولكن بعد الحصيلة ما هي اننا بنينا دولة مستقلة ومحترمة في العالم، واليوم نحن بصدد تحطيم مش نحن يعني في فئة من التونسيين أمثل ولا الذين ينبغي أن يعودوا إلى جحورهم إلى مواضيعهم في صمت نعم. ليحيي الوطن هذا تقريبا انا هذا ما 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 نقولش انا عصابات ولا حجم لا لا معناها حرب بين وطنيين ولا وطنيين باش تلقاني معني باش تلقى اموري واضحه لا وطني آه ماهوش فرد من افراد عصابه تعمل ضد تونس لا ينجم يكون تهريب تهريب <applause> سواقر ولا حاجه لا للاسف اننا نستعمل النعوت هذيا من كانت... حبنا لبلادنا شوف. من, من حق. حهرتنا معناتها معناتها على شوف. تونس كان تحب نعطيك انا مش صحافي كيف كما معناها معناها في الفين... انا حقوقيه بالاساس انا قاريه أي. قانون ولهذا معناتها نعرف برشا على تاريخ تونس 2004 مقاله في جون افريك اما تنتخبوا بن علي اي عايشك. والا راي الحرب الاهليه موجودة في جون أفريقيا ثم اليوم آمن نجيو للتوافق يعني تخلوني نفعل بتونس ما افعل بها باش ما نقولش كلمه اخرى معناها فهمتني ولا ايوه معناها احتراما للناس والا راي الحرب الاهليه هذه العبيثة نتاع الحرب الاهليه وندر شنو لا لا الامر اليوم يعود على هؤلاء وهم بصدد تحمل مسؤولياتهم والتقهقر لان الشعب استيقظ وادرك انهم في نهايه الامر ليسوا منا ولسنا منهم. نعم تضحت الصوره تويكا الصوره واضحه دونك الشعب ربما سيقول كلمته عما قريب ما نعرفوش احنا آه الاوضاع اذا كان استمرت بهذه الطريقه كيفاش باش تكون الفعل؟ لا باس لا باس لا انا يعني الخط بتاع الحل موجود. هي. وقاعد ماشي فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ليجمع القوى الوطنيه راهو اجتماع القوى الوطنيه أربعة ولا خمسة كافن بتحليل البلاد وباحترام القوانين الجاريه نعم أنا مش باش لا لا هذاك القتل والغدر لا ما نوصلوش ان شاء الله احنا خطينا لا احنا, لا أحنا ما نعملوش هذا. معناها وفي نهاية الأمر الأخرى أكيد مصلحة البلاد في نهاية الأمر ما يسالش إذا كان لابد من ذلك انا ولا غيري دمه مش خير من دم بالعيد ولا البرامي ولا الناس اللي ولا الجنود ولا صحيح صحيح اذا, إذا تطلب الامر دموعا ودماء فنحن لا الله غالب معنا ماذا بينا لا ماذا بينا انه كل واحد يشد مكانته واضح أه سي بن جبل شكرا لك شكرا على هذه الوطنيه هذا الحس الوطني نفرحوا كي عبادي عباد يحكيو مفكرين بعد على السياسه لكن عندهم حس وطني قوي برشا اللي ربما تساهموا معانا في ايقاظ الناس هذوما انهم يسيبوا تونس عليها ربي يستر ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه بارك الله فيك تقعد معايا فقط اني آه نمشي توا آه 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 لتحيه بسلم هذه البلاد هي اغنيه نقدموها اليوم في تاريخ استقلال تونس لتحيه بسلم هذه البلاد هذا ما نقولوه بعد نرجع بروحي ادافع عن ثورتي وقد ثرت من اجل حريتي وامي بلادي وإني لها اثور على الظلم يا اخوتي انا الشعب في كل هذه الديار خرجت بعزم وبالقوه خرجت لاني اريد الحياه

العالم التونسي ان شاء الله ديما مرفوع اليوم الذكرى هذه اكيد عزيزه علينا بالحق انا واحدة من الناس في الذكرى هذه نتخيل بارش العباد اللي ضحى نتخيل تونس كيفاش كانت عنا لحد الان انه ابائنا حيين واجدادنا وامهاتنا يحكيونا شنو عانوا في عهد الاستعمار من خوف ورعب كيفاش كانوا ينازلوا كيفاش كانوا انهم يمدوا الفلاقه بالماكله معناتها عيب على كل سياسي موجود في تونس اليوم انه ينتهك هذا التاريخ انه اليوم ما يكون وفي لتونس العزيزه انه يضيع تونس من بين يدينا ومن بعد باش نتحملوا الكل بسياسيينا وبشعبنا يعني لن تكونوا بمنأى عن تونس وعن كل الأذار اللي قاعدين تحضروا فيها وقاعدين تطبخوا فيها باش تطيحوا تونس في هاويه لا يحمد عقباها وهذا ما نتمناهوش ان شاء الله اذا نواصلوا مع الشباب نواصلوا مع الناس اللي بتشارك اليوم في الاحتفال بذكرى بذكرى 65 لعيد الاستقلال وان غابت الاحتفالات بالمعنى الحقيقي اللي استنسنا لكن فما بعض المحاولات اليوم نستقبل اكرام بن ابراهيم فنانه تشكيليه وجميع باخر صباح اكرام اهلا وسهلا ومرحبا بك بك اكثر عايشك مرحبا اليوم انت اكرام اخترت انك في باب بحر تحط تنصيبه تنصيبه هذه بطبيعه من من كيفاش يقولوا حرفيتك انت التشكيليه انها توري تونس من اوجه مختلفه نريتها تنصيبه في صوره بالحق جميله جدا وتحمل معاني جميله شكرا لك اهلا تونس اليوم ان شاء الله اهلا اون كلير اون لوميير اليوم انا خدمت عمل عنده يجي شهرين تنجم تقول من جانفي تاثرت بالبرشه بالصور اللي قاعده على وسائل التواصل الاجتماعي وكل واحد كيفاش يجبد من جهة فكرت كوني نخدم عمل في شكل تنصيبة تحت عنوان فيس ماب تونيزيا envie de liberté on je j'insiste على كاتيغي بعد اون envie de liberté وفي نفس الوقت جاي envie de liberté يظهر لي هدايا يعني كل تونسي الى envie de liberté يعني كي نقولوا استقلال هي الخدمه تخدمت جات 20 مارس جات الفات دو لانديبندونس خامم الاستقلال نقولوا حريه هو الرئيسي نتاع الخدمه ان شاء الله بعد قليل باش نقدمها في في باب آه وباش نقدمها زاده في عديد الولايات الاخرى آه لوبجيكتيف الهدف هو كيفاش نحب العمل الفني هو اللي يمشي للعباد يعني انا يعني نهزه للعباد ونشوف الرياكسيون نتاعهم نجم نحكي لك شويه بار دي تاي على شوية التقنيات اللي خدمت بها كيفاش خدمتها آه خدمتها انا يعني سميتها سميتها فيس ماب هي خدمت بالكارت خريطه تونس اللي كونت أيوة. بها وجه نرى هنا وجه البلاد يراه التوانسه وجه البلاد وقدمته في شكل دائري وتحته محطوطه زوز يدين يعني اذا كانت الصوره موجوده تنجم تعطيني آه هنا نشوفوها كومسيت نجم تقول تونس الوجه ذاك هو انه غارد واحنا اون لو غارد معناتها هو يغزر واحنا نغزروا له نعم مجسد اي وخليته معناتها اخترت اللون الاحمر بالذات هذه الصوره و... قاعدين نشوف فيها نجم نعلقوا اكثر ونحكي اكثر عن ما... الصحه ميرسي هذوما بعض التفاصيل هذه الصورة في في مجملها واخترت اللون الأحمر خاطر نعرفوا اللي احنا توا وصلنا في سيتياسيون نجم نقولوا سيتياسيون في الروج يعني الحقيقة سواء يعني هذا الروج مش رمزية لدماء الشهداء رمزية مستحقة من العمل من العلم هو أنه دخلنا في الروج دخلنا في الروج الشعب كله في الروج والحمد دخلنا في الروج وصحيح <applause> نعرفوا العلم هو رمزية رمزية العلم التونسي مي السيتياسيون كيما تشوف سواء اقتصاديا او اجتماعيا لذلك انا اخترت باش يكون المواد تكون شفافه و... والفاس اللي اللي وراها زاده هي آ آ شفاف ورسمت عليه هنا بالكارت الكروازمون تاع لي هذوكم يخلقوا دي شمين ما وقت اللي ال... الببليك الجمهور من بعد وقت اللي باش يقرب ويشوف الخدمه باش ي... باش عديد عديد بالنسبه لي انا نرى إن اللي ال... لي ما هذوكم دي شمين ما اللي, اللي يوصلونا فيغ نجم نقولوا فيغ ليفي، يعني أنفي دو ليبرتي هي إل سارتيكول ما بين الاثنين، كوم سي باش تتخلق أون نوفيل من من الخدمة هذيك، ومعنتها وتحل لنا فما أمل في الصورة. justement <applause> justement على هذيك يعني أنا نسخن والله يجينا حد يعطينا شوية أمل حتى بالصور معناتها هاني قلت، إي معناتها معناتها يلزم يلزم وقت اللي هو باش يشوف باش نحاولوا كيفاش هو يشوف الواقع نتاعو بطريقة مغايرة، هو الهدف الخدمة الكلها هي على فضاء التفكير الانسان معناتها الاسباس دو لا بونسي نتاعو اي دو فماش وقت اللي يبدل الغوغار ويرى الواقع نتاعو بطريقه مختلفه وقتها نجموا نحكيوا عليها الحريه اللي نحكي نحكي عليها الحريه مش معناها انا نعمل اللي نحب عليه وقت ما نحب وكذا لا الحريه هي معناتها حاجه مهمه انا مثال كفنانه في الابداع الفني من غير حريه ما نجمش جو نو وفي نفس الوقت الانسان العادي يلزم معناتها يكون حر الحريه ياسا construire et اي conquérir معناه ما هيش حاجه دوني ومعنتها معطات معطات ليه تنصيب هذه باش تكون في شرح حبيب بورقيبه اليوم اليوم باش تكون في باب في في بحر الحقيقه كان التفكير ملول الاول باش تكون في شارع الحبيب بورقيبه ولا في ساحه ابن خلدون بالطبيعه فما دراسه للمكان هي مش باش تتحط هكاك ممكن اخترت باب حر يوم فما القوس والعمل دائري نحكي شويه كما تشوف فما ديما في الخدمه اللي نخدمها نخدم على عامل المفاجاه الصغير اللي هو الجمله اللي ترا فيها هما العباد كي باش يشوفوها باش يشوفوها هكا باش يشوفوا فيزاج تشوف كل الخريطه تونس كونت وجه أه ولكن كي باش يقربوا العباد ويشوفوا باش انا نحركها نخرج منها حاجه جديده كأنه هو يتكلم يقول ان في دو ليبرتي ان فما صوت يعني باش يصدر؟ أه فما في المستقبل باش يكون فما صوت وفما فيديو ولكن اليوم انا عملت الميكانيزم هذاك باش نحركه وتولي تنجم تقراها انت ان في دو ليبرتي راني جو سوي ليبر مي جي ان

呀。Yeah. معنتها. يعني شوف هو فما عديد القراءات في العمل وانا الحقيقه مذهبية بيا الببليك هو كل واحد فيهم يقراها بطريقته انا قراءتي تنجم تقول فلسفيه شويه فلسفيه دون لو سونس اللي انا نخدم على الاسباس دو بانسي يعني نخدم على الفضاء لا سبيسياليتي معناتها او دو دو يعني فما الحقيقه فلسفه وراها الخدمه هذه مي جو في ليسي لي جون يتفاعلوا معاها ويتفاعلوا مع مفهوم الحريه

ما انت ما انت ب... ب... نجم نقولوا العمل علاش فيه المفاجأة الصغيره بوغ انتيغوجي بوغ بوزي دي انتروغاسيون معناها اتور من اتور دو سو ترافاي اون جينيرال بالحق ما الخدمه وعندها ماشي. معاني كبيره هذا يدل اللي الشاب اليوم التونسي واعي واعي باللي قاعد يصير في تونس جستما. وقاعد يحاول هكا انه فما اللي عبر الفكر فما اللي عبر الفن انه يفتح لنا نافذه امل ما هي اليوم الخدمه تفتح نافذه الامل تعبر على شيء ما موجود اللي احنا نغزره نجمه ما نجمه نعمله حتى شيء اوني لي بر مي على فوا انا اونفي انكور دو ليبرتي ما نجمو نعملوش وفي نفس الوقت كي تقرب للعمل <سؤال> تحاول <سؤال> باش تخلي باش تشوف لا رياليتي <سؤال> اوتغمو وهذيه هي اللي قلته انت توا هو الفكر اللي معناتها هذيا هو لسباس دو لابونسي و دو لا كونسيونس هذا كان كل واحد كل واحد من جهته يكون يكون واعي هو في حد ذاته معناتها ويعرف كيفاش كيما نقولوا معناتها تكون عنده هاك معناتها لوميير مساهمه ولا لوميير دو لا في في حد ذاتها هي موجوده هو في نفسه هو معناتها كوم سولي. ساسغا مانيفيك من بعد كل واحد فينا جميل. صحيح يمكن الشمس هذه اللي اشرقت في الجيل والأجيال اللي ناضلت وقت الاستعمار، الشمس هذيا والايمان نتاعهم انه تونس باش توصل نهار تونس مستقله وذات سياده ودوله وطنيه هو اللي خلينا اليوم مستقلين جستما. لكن ننحدر ان شاء الله بالتفكير وبهالشمس المشرقه هذه داخلنا ايضا نجم نرجعوا الامور اللي صابها اليوم. بالتفكير خاصه وهذاك هي الب... Le but de la décolonisation de la pensée. Oh واضح شكرا لك كرام بن ابراهيم فنانه تشكيليه والجامعيه اذا يكونوا معك اليوم الناس اللي في شارع حبيب بورقيبه في موعد لرؤيه هذه التنصيبات المزيانه شكرا لك يعطيك صح احنا بعد شويه باش تكون لنا استضافات اخرى باش يكون معنا المخرج ناصر القطاري وباش نحكيو على شريط من قرطاج شريط وثائقي من قرطاج البونيه الى قرطاج التونسيه ايضا باش يكون حاضر معنا سي محمد احمد القابسي مستشار وزير الشؤون الاجتماعيه

le congrès de Berlin autorise la France à occuper la Tunisie. Le 24 avril 1881, des troupes françaises venant d'Algérie pénètrent en Tunisie. Le 12 mai, elles sont à Tunis. Le bey Mohammed Sedr signe le jour même le traité du Bardo qui livre la Tunisie aux Français. La Tunisie perd toutes ses prérogatives d'État souverain. Le Tunisien colonisé est placé hors de l'histoire et hors de la cité. La colonisation lui supprime toute part libre dans la guerre comme dans la paix. Une civilisation nouvelle s'installe, au profit des colonisateurs et au détriment des colonisés. Commence alors une entreprise de pillage systématique des richesses nationales. Les terres fertiles sont confisquées, des colons venus directement de France en prennent possession, tandis que leurs propriétaires légitimes en sont chassés le plus souvent sans aucune compensation. Toutes les ressources naturelles sont extirpées du sol tunisien pour prendre la mer afin d'aller enrichir l'État colonisateur. Les marques de la colonisation sont tellement prégnantes qu'un mouvement national de réaction s'organise. La Première Guerre mondiale éclate. La Tunisie fournit à la France des soldats, des travailleurs et des produits pour son ravitaillement. Au mois de mars 1920, le mouvement jeune tunisien autour de Abdelaziz Albi fonde le parti du Destour qui réclame l'émancipation du peuple et une constitution. Le poète Abul Shebi proclame Quand le peuple aspire à sa dignité, le destin se plie à sa volonté. Le 8 avril 1938, à Tunis, une manifestation organisée également par le néo-Destour réclame un parlement tunisien. L'état de siège est proclamé. Le néo-destour dissous, ses dirigeants arrêtés. Bourguiba restera emprisonné jusqu'en 1942. Le 9 novembre, les premiers militaires allemands débarquent à l'aéroport de Tunis-El-Aouina. Durant six mois, la Tunisie devient le théâtre sanglant d'une guerre mondiale sans merci entre les armées alliées, anglaises, américaines et françaises d'une part, et celles de l'axe, allemandes et italiennes d'autre part. Le 7 mai 1943, les alliés entrent à Tunis. Parachevant la victoire en Afrique du Nord. Le général Join est nommé résident général et reçoit du général Giraud, commandant en chef des troupes françaises en Afrique, l'ordre d'exiler Monsouf Bey sous prétexte de collaboration avec les forces de l'Axe, mais en réalité en raison de sa remise en cause du protectorat français en Tunisie. En 1946, Farhat Hached fonde l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, l'UGTT, qui jouera un rôle déterminant dans la lutte de libération nationale. Le 18 janvier 1952, la lutte armée contre l'occupant est déclenchée. Les pourparlers se poursuivent avec la France et s'achèvent le 20 mars 1956 par la reconnaissance de l'indépendance de la Tunisie. Le 14 avril 1956, Bourguiba devient le chef du premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Le 25 juillet 1957, l'Assemblée nationale constituante abolit la monarchie. La République est proclamée. Le même jour, Bourguiba devient le premier président de la République tunisienne. La nouvelle constitution tunisienne est promulguée le 1er juin 1959. Mais face à la résistance populaire et sous la pression internationale, la France se retire définitivement de Bizerte le 15 octobre 1963. Bourguiba va conduire tambour-battant une série de réformes audacieuses qui changeront radicalement avec le temps le visage de la société tunisienne. Il s'emploie à réformer la justice et le droit et à moderniser l'État. Le 12 mai 1964, Bourguiba décide de nationaliser les terres détenues par les colons étrangers. Ainsi s'achevait l'entreprise de recouvrement de la souveraineté nationale. Les années passent.